يقول السائل: هناك حلقة من نحاس تباع عند الصيدلي تلبس في اليد، يزعمون أنها تخفف من الألم الموجود في العظام الروماتيزم، فما حكمها؟ إذا ثبت طبيا أن لها فائدة طبية لا مانع، لا مانع منها، لأنها من العلاج. إذا قرر الأطباء أن هذه المادة التي صنعت منها الحلقة أنها فيها فائدة للمريض، تمتص شيء من جسمه أو من جلده، فلا بأس بذلك، لأن هذا من فعل الأسباب المباحة. نعم. أما إذا كانت الحلقة لم يقرر الأطباء أنها تنفع طبيا، وإنما أخذها اعتقادا بها أنها تشفي من المرض أو تمنع نزول المرض، هذا هو المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على رجل حلقة قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، يعني من الحمى، أخذها لتقيه من الحمى. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فلو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. إذا كان يعتقد فيها أنها تشفي أو أنها تمنع من المرض وليس لهذا أصل في الطب، فإن هذا اعتقاد خرافة، لا يجوز. نعم.